When I open my eyes, I cannot see. السلام عليكم طلاب الصف الثاني. خلونا نفتح كتاب البيوبلز بوك إلى البيج 17، كتاب الطالب للصفحة 17. درس اليوم، فيديو اليوم بسيط لكنه مهم جدا. اليوم هدفنا نتعلم كيف نعمل جمل، كيف نكون جمل صحيحة. عشان هيك انتبهوا معاي 100%. قبل ما نبدأ، في عندنا شوية كلمات مهمة للحفظ بدي أقرأها وعيد وراي باللفظ الصحيح. young young صغير السن. they إنهم أو إنها، لكن للجمع انتبهوا لما نحكي عن عدة أشياء. مثلا لما نحكي إنها لي، إنها نحكي they، يعني أكثر من واحدة، يعني يكون مثلا عدة كتب. they إنهم أو إنها، لكن لما نحكي عن شيء جمع. bear دب. elephant فيل. lion أسد. tiger نمر. وآخر شيء it معناها إنه أو إنها، لكن بستخدمها لما يكون شيء واحد مفرد. تمام؟ هاي الكلمات أتوقع بجوز حافظينها أو حافظين كثير منها، لكن إذا في بعضها ما كنتوا حافظينه، ضروري الآن توقف الفيديو تنقلوها على دفتر الإنجليش. لا تنسوا تنقلوا هاي الكلمات على دفتر الإنجليش، تحفظوها بعدين تردوا تتابعوا الفيديو عشان تقدروا تعملوا جمل. طيب نأتي الآن إلى البيكتشر 1، الصورة الأولى. بدي أعبر عن النصف الأول. أنا شايف هون دب، وهذا الدب كبير، فبدي أحكي إنه دب كبير. أنا متأكد إنه في بعضكم الآن رح يوقف الفيديو ويحكي بالإنجليش إنه دب كبير، رح يحكيها بالإنجليش. الآن أوقف الفيديو وحكوا لي بالإنجليش إنه دب كبير. يا ترى كيف حكيتوها إنه دب كبير؟ المفروض إنكم حكيتوا كالتالي، خلنا أكتبها. إنه مفرد شيء واحد، صح؟ إنه دب واحد. it، وهي it طبعاً أذكركم أول حرف كابيتال. it. it is، طبعاً ممكن أحكي it's دب كبير. a big bear، لاحظوا حطينا كبير قبل دب، يعني عكس الترتيب في اللغة العربية. it's a big bear، إنه دب كبير. طيب كويس، ممتاز، آمل أنه حلكه كان زي هيك وكان صحيح. الآن وين نروح؟ نروح على الصورة الثانية. هون في عندي فيلة، بدي أحكي إنها فيلة صغيرة. لاحظوا إنها طبعاً للجمع لأنه أكثر من فيل. إنها فيلة صغيرة. أوقف الفيديو وحكوا لي بالإنجليزي الآن إنها فيلة صغيرة. المفروض انكم حكيتوا انها، طبعا ايش راح استخدم؟ راح استخدم they لان معناها انها، وفي عندي جمع انها. they لما احكي they are، اما احكي زي هيك they are، ممكن اختصرها their، طبعا نفس المعنى نفس الشيء ما في فرق نهائيا. their انها فيلة صغيرة. بالاول احكي فيلة ولا صغيرة؟ بحكي صغير، صغير يعني small، بعدين elephants. أنا متأكد أنه العديد منكم جاوبها بشكل صحيح، هيك بيكون الوضع تمام. الآن البيكتشر 1 خلصناها، نذهب الآن إلى أين؟ إلى البيكتشر 2، الصورة الثانية. في عندي هون فيل وكبير، وهون في عندي دببة صغيرة. يعني احنا عارفين الجملتين راح نحكيهم، راح نكون جملتين. الجملة الأولى راح تحكي إنه فيل كبير، الجملة الثانية راح تحكي إنها، طبعا جمع، إنها دببة صغيرة. يا ريت إنكم الآن توقفوا الفيديو وتحاولوا تحكوها بالإنجليزي، والأفضل إنكم تكتبوها على ورقة كتابة، بعدين تابعوا الفيديو شوفوا حلكم صح أو لا. رح يكون حلكم صح إذا كتبتوا كالتالي: إنه فيل كبير. it's، طبعا رح نستخدم it's لأنه مفرد فيل واحد. it's a big elephant. اوكي، اتس ا بيج elephant، انه فيل كبير. هل كتبتوا زي هيك؟ اذا كان كتابكم زي هيك بكون صح. نيجي على انها دبابه
صغيرة. خلينا نشوف كيف أنا بكتب إنها دبابة صغيرة. طبعاً راح أكتب they لأنه جمع. They بما أني كتبت they راح أكتب their يعني they are صغير small bears. They're small bears. إنها دبابة صغيرة. وطبعاً بآخر إشي راح أضع نقطة. أنا مرات بنساها لكن أنتوا حاولوا ما تنسوها. هاي نقطة. الآن صرت مخلص صورتين. صحيح؟ بدي أنقل هاي الجمل إلى هاي الجهة حتى تظلها أمامكم. It's a big elephant. They're small bears. ننزل الآن للصورة picture بعديها picture 3. زي ما احنا شايفين هون في عندنا أسد، وهذا الأسد واضح جدا انه هو كبير في السن. أسد كبير في السن. كيف احكي انه أسد كبير السن؟ ولاحظوا انه كبير السن في الإنجليزي راح نضعها قبل كلمة أسد. اوقف الفيديو واحكوا لي الجملة المناسبة لهاي البيكتشر. توقعاتي انكم حكيتوا It's إنه لأنه واحد It's an old lion. It's an old lion. It's an old lion. هل كان حلكو؟ طبعا ما راح أحكي old لأنه old صعبة، فلما تكون صعبة الأه بستبدلها بكلمة an. old صعبة لكن an old أسهل كثير للسان، فعشان هيك كل ما تشوف إنه أه صعبة تيجي مع الكلمة اللي وراها استبدلها بكلمة an. طيب نيجي إلى البيكتشر الأخيرة، آخر صورة عندي. في عندي نمرين اثنين. هذول النمور اثنين صغار في السن، صح ولا لا؟ فبدي أحكي إنها نمور صغيرة السن. إنها نمور صغيرة السن. كيف أحكيها في الإنجليزي؟ أوقف الفيديو حاولوا بعدين تابعوا الفيديو. راح يكون الجواب الصحيح كالتالي، لكن قبل ما أكتب الجواب أذكركم إذا لسه ما اشتركتوا في القناة لا تنسوا تشتركوا في القناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية، وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا تعملوا إعجاب في الفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم ومعارفكم. نرجع للدرس. إنها نمور صغيرة السن. راح أحكي they they're young. شو معنى صغير السن؟ young young tigers. They're young tigers. إنها نمور صغيرة السن. إيش المطلوب من الآن؟ إن نقرأ الجمل هاي كلها مع بعض. خل نقرأها وعيد وراي. كل ما أخلص جملة أنتوا شو المطلوب منكم؟ توقف الفيديو تقرأوها بالإنجليزي وترجموها بالعربي. هذا إذا كنتوا فاهمين الدرس 100%. It's a big bear. أوقف الفيديو اقرأوا وترجموه. It's a big bear. إنه دب كبير. ترجموا قبلي. They're small elephants. They're small elephants. إنها فيلة صغيرة. It's a big elephant. It's a big elephant. المعنى إنه فيل كبير. They're small bears. They're small bears. إنها دبابة صغيرة. الجملة قبل الأخيرة. It's an old lion. It's an old lion. إنه أسد كبير السن. الجملة الأخيرة بعدين رح أعطيك واجب. الجملة الأخيرة بتحكي They're young tigers. They're young tigers. إنها نمور صغيرة السن. الواجب، ما هو الواجب؟ أول إشي نطلع شوي لفوق نصغر الشاشة. أوكي حلو. الواجب ببساطة إنك مرة ثانية تفتح كتابك على هاي الصور وتعمل الجمل أنت مرة أخرى من غير ما تطلع على الكلمات ولا أي شيء. تكون حافظ الكلمات أنت، إذا مش حافظها لسه احفظها. بعدين اعمل لي جملة على كل صورة أنت شايفها أمامك. هذا هو الواجب المطلوب منك، اللي إذا عملته أنت هيك إن شاء الله راح تتحسن إنجليزياتك. نشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله. Down, down. I think I'm falling down, down.